لمناقشة آخر مستجدات الملف السوري ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس الأستاذ أحمد كامل المحلل السياسي. أهلا بكم أستاذ أحمد إلى هذه الجولة الإخبارية. قوات النظام مستمرة بقصفها للغوطة ومحاولة لاقتحام الغوطة منذ تاريخ إعلان الهدنة، كيف تقرأ المشهد على الأرض؟ حتى الآن صمود أهل الغوطة السوري يعني صمود المقاتلين وصمود المدنيين. المدنيين رفضوا الخروج من الغوطة لأنهم يعرفون من أن الخروج يعني عدم العودة ويعني الخضوع لسياسة تطهير عرقي وطائفي في المنطقة. أما المقاتلون فهم يدافعون ببطولة استثنائية. والبارحة وقبل البارحة حصل شيء يفوق قدرات العقل البشري على التوقع، وهو أن المحاصرين يعني وسعوا مناطق سيطرتهم وحصلوا دخلوا مناطق جديدة بدلا من أن يتراجعوا تقدموا المحاصرين. هذا كله لا يعني أن الوضع صار جيدا. الجرائم مستمرة، الحصار مستمر، القصف مستمر، والأمم المتحدة تتفرج. تخيل بأن الأمم المتحدة تطلب من سفاح إبادي أن يوافق على إدخال مواد غذائية لناس تموت جوعا وتموت بسبب قلة. نعم أستاذ أحمد، هل أدرك المدنيون في الغوطة الشرقية أن خروجهم منها سيؤدي إلى تغيير قواعد المعركة وستزيد شدة المعركة عما هي عليه الآن؟ تماما، يدركون لكل هذه المسائل، ولذلك هم لا يخرجون. حتى الآن لم يخرج أحد، حتى المصابين والجرحى لم يخرجوا، لأنهم يعرفون بأنهم يخرجون إلى حضن سفاح إبادي عنده مشروع تغيير البنية السكانية للمنطقة، ولذلك هم لا يساعدوه مع أنه الثمن غالي بصورة استثنائية فوق طاقة البشر. نعم، الهدنة صدرت من مجلس الأمن الدولي، ولكن لا يوجد هناك أي التزام بقرارات مجلس الأمن الدولي على الأرض. يعني ما الذي من الممكن فعله من القوى التي أقرت هذه الهدنة؟ هل من الممكن أن نشهد هناك تدخل دولي من أجل فرض الهدنة؟ يعني أم أنها مجرد مشاورات وضغط سياسي فقط على النظام وروسيا؟ مجرد كلام، والكلام الذي يقوله الأمريكي والأوروبي يفهمه النظام على أنه، ويفهمه الروسي ويفهمه الإيراني على أنه موافقة على استمرار المذبحة، وهو فعلا كذلك. عندما يقول الأمريكي والفرنسي بأنه الكيماوي خط أحمر، هذا معناه بأنه استخدام الطائرات والتجويح حتى الموت والحرمان من الدواء والقصف بالمدفعية والقصف بالطائرات والصواريخ، هذا كله خط أخضر. هذا معنى الجملة، لا يوجد معنى آخر. هذا هو المعنى الدقيق للجملة. عندما تقول أن الكيماوي خط أحمر، يعني استخدام كل الأسلحة الأخرى خط أخضر، والنظام يفهم ذلك ويتصرف بناء عليه. نعم، مستشار خامنئي دعا الأسد إلى اتباع طريقة لحل سياسي إضافة إلى جانب الخيار العسكري. يعني عن أي حل سياسي من الممكن، أو أي حل سياسي من الممكن أن يمتثل له النظام أو يوافق عليه النظام بعد جنيف وأيضا أستانا وجميع الحلول السياسية المتوقعة التي كان من الممكن أن يمتثل لها النظام؟ هذا ما يسمى التقية السياسية، بمعنى أن تقول شيئا وأنت تقصد شيئا آخر مخالف تماما لما تقول، طريقة لتبرير الكذب والخداع. فالحل السياسي من وجهة نظر إيران هو إجراء انتخابات يفوز فيها بشار الأسد، أو تعديلات دستورية طفيفة لا تقدم ولا تؤخر. بينما ما نصت عليه القرارات الدولية وما يريده الشعب السوري وما قدم كل هذه الضحايا المبالغ فيها، يعني الشعوب بتقدم 100-200 شهيد حتى تتحول إلى دول ديمقراطية وحرة، الشعب السوري صار قدم مليون ولسه ما حصل شيء. ما يريده الشعب السوري وما تنصل عليه القرارات الدولية هو الانتقال السياسي، بمعنى الخروج من نظام الاستبداد ونظام الأسرة ونظام الطائفة إلى النظام الحر، أن يختار الشعب ما يريد من نظام وما يريد من حكام. وإيران طبعا لا تريد ذلك أبدا، بالعكس تريد عكس ذلك، تريد أن يستمر النظام الاستبدادي. نعم، الأستاذ أحمد كامل المحلل السياسي السوري كنت معنا عبر الهاتف من باريس، شكرا جزيلا لك.